السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الصحة العراقية أولوية تقديم الخدمات ومنجزات 200 يوم من العمل. الإدارة بالوكالة شح معايير الكفاءة أم الحماية السياسية وتوجه حكومي لحسم الملف وفق جداول زمنية. حياكم الله. وزارة الصحة مشاهدي الأحبة هي الركن الأساس في مؤشرات الخدمات، وعلى هذا الأساس أفردت الحكومة العراقية حيز من الاهتمام الخاص، هاي المساحة الإضافية شجعت القطاع الصحي على اتخاذ خطوات تردم جزءا من المعاناة وتراكمات عشرات السنين، وتعطي مقدمات لسلوك صحيح بدءا من التأهيل وانتهاءا ببناء المستشفيات والمراكز المتخصصة وما بينهما من مساعي توطين الصناعات الدوائية وبرامج الاستقدام. وأكثر من هذه الخدمات اللي انحصرت في 200 يوم من عمر حكومة الخدمة الوطنية، فكيف راح يكون الحال مع انتهاء المدة الزمنية؟ في ملفنا الثاني ضمن حصادنا لهذه الليلة، ووفق محددات زمنية ألزمت وزارة المالية جميع المؤسسات والوزارات الرسمية بإنهاء ملف الإدارة بالوكالة اللي شاع استخدامها بعد تغيير النظام كحالة طبيعية للمحاصصة السياسية ولأعذار تتعلق بالتخصيصات المالية وللمخاطر الجمة التي يمثلها العمل وفق هذا الأساس. فإن مرحلة التقييمات الحكومية قد تطال هذه المناصب وإحلال الإدارة بالأصالة انسجاما مع مقررات البرنامج الحكومي. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام المتخصصين بهذين الملفين. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة. انسجاما مع البرنامج الحكومي اللي وضع القطاع الصحي في مراتب الأولوية، عقدت وزارة الصحة مؤتمرها الصحافي وجلستها الحوارية اللي بينت فيها حصاد 200 يوم من العمل ومساعيها في تحقيق بيئة صحية قادرة على كسب رضا المستفيدين من خدماتها المقدمة. نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشماري. التزاما بالبرنامج الحكومي الذي تعهدت به وزارة الصحة في تقديم الخدمات للمواطنين والنهوض بالمشاريع المتلكئة التي خلفتها الحكومة المتواترة، أعلنت الوزارة عن إنجازاتها المقدمة بتسابق زمني خلال 200 يوم منذ بداية عملها في ظل الحكومة الجديدة، تمثلت بالحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي. نحن اليوم نستعرض ما حققته وزارة الصحة خلال 200 يوم، وما حققته الوزارة هو جزء من واجب الوزارة، ولأول مرة منذ فترة طويلة نشهد تأهيل لمؤسساتنا الصحية وتأهيل على مستوى جيد وعلى مستوى أكثر من الجيد في بعض المؤسسات. ففي ظل ظروف غير منسجمة مع متطلبات الواقع الصحي وتهالك أغلب مؤسساته ومشاريعه، خصوصا مع تأخير إطلاق المخصصات المالية ضمن الموازنة العامة، عملت الوزارة بشكل دؤوب ومستمر حرصا على تأدية الواجبات بما يتوفر لها من إمكانات تنهض بالواقع الصحي في بغداد والمحافظات. وزارة الصحة هي وزارة اتحادية، وزير الصحة مسؤول عن الملف الصحي في جميع مناطق العراق ويعني بغداد والمحافظات وإقليم كردستان، والمؤتمر اللي شرفتونا بحضوركم اليوم، حضوركم المتميز، هو كان يتكلم عن جميع محافظات العراقية من ضمنها إقليم كردستان، هذه النسب اللي هي كانت مختصرة. أما إيلاء الواقع الصحي اهتماما انعكس بوضوح من خلال افتتاح المراكز الصحية وتأهيل المستشفيات وتنوع الأجهزة الحديثة، إضافة إلى قانون الضمان الصحي الذي رحب به المواطنون لما له من أهمية كبيرة لذوي الدخول المحدودة. بسقوف زمنية متسارعة، الملف الصحي في بغداد والمحافظات ينتعش بعد تلكؤ دام لسنوات عديدة في ظل الحكومة المتعاقبة، فجهود وزارة الصحة تتكلل اليوم بمنجزات لخدمة المواطن. نهى الشماري، الأيام.
حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة وفي هذا الملف، وباسمكم أرحب بضيفي الكريم الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. حياك الله دكتور ضيفا كريما، ونتحدث خلال 200 يوم من منجزات وزارة الصحة: بناء مستشفيات، تأهيلها، زيادة عدد المراكز الصحية، الضمان الصحي، الارتقاء بواقع الصناعات الدوائية وغيرها. نتحدث عن 95% من المدة الإجمالية لهذه الإنجازات كانت بدون موازنة، وبالفترة الأخيرة أطلقت الموازنة بأثر رجعي. كيف استطاعت وزارة الصحة العراقية أن تناور هذه الجهات لكي تصل إلى هذه الدرجات من الإنجازات؟ شكرا جزيلا، حياك الله، مساك الله بالخير، تحية لك والمشاهدين الكرام، وأشكر تفاعلكم ومتابعتكم. نعم، كما تفضلت، واليوم بدأ السيد الوزير حديثه بهذه النقطة المهمة، أنه هذه الإنجازات أولا هي لا تمثل جميع ما تم إنجازه فعلا، ثانيا أنها حدثت في ظل أجواء غير مثالية، وأهمها تعرف أكثر شيء يأثر على قطاع الخدمات هو الموازنات والتخصيصات المالية. كما تفضلت، قبل أيام قليلة فقط أطلقت الموازنة، وتعرف العرقلات المحاسبية والمالية. إذن كان هذا الإنجاز المهم والنوعي والتاريخي من خلال البدائل، من خلال البحث عن حلول عملية، وكذلك العمل بطريقة تكتيكية واستراتيجية، وأيضا وفق جداول زمنية. والحمد لله احنا بدأ العمل منذ أواخر العام الماضي، تذكر مستشفى السياف في البصرة كان افتتاح لمستشفى نوعي، و تعرقل افتتاحه لسنوات، ربما أكثر من 10 سنوات، والحمد لله كان افتتاح مهم في وقت مهم. وأيضا الافتتاحات الأخرى اللي كانت مراكز تخصصية من ضمنها مركز الديلزة، طبعا هذا كان الافتتاح من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت. ما ننسى موضوع إعادة تأهيل المستشفيات الرئيسية اللي هي بدأت في مستشفى الكاظمية بأكثر من مرحلة، ومستشفى الكندي التعليمي في بغداد اللي هو مستشفى مهم، مستشفى ابن البلدي، اليرموك والكرامة وغيرها، ليس فقط في العاصمة بغداد، في جميع المحافظات حاليا هناك أكثر من 60 مشروع، قسم منها تم إنجازه وافتتاحه فعلا، وجميع المشاريع قيد العمل حاليا. تتحدث حضرتك دكتور وأشرت إلى نقطة مهمة، أنه لم تكن موازنة موجودة. صحيح. ولم تقر بعد، ولكن في الأيام الأخيرة عندما أقرت الموازنة كمتابعة إعلامية لاحظنا وتيرة العمل تضاعفت بشكل كبير ومتسارع. شنو السر بهذا المجال؟ أكيد أنت لما تتوفر الموازنة، يعني السيد الوزير تقريبا صار عمله أكثر شيء نصف وقته هو في موضوع توفير الأدوية، يعني حتى أنه هو يتواجد شخصيا في كيماديا نفسها لمتابعة موضوع إتمام التعاقدات وكل التفاصيل، من أجل أن تكون العام المقبل، تعرف أنت نتعاقد هذه السنة، لما نوفره في العام المقبل أن تكون النسب مثالية وقياسية هذا المأمول، خصوصا أن الحكومة الحالية منذ اليوم الأول تبنت دعم القطاع الصحي، وهذا ما أعلنه السيد رئيس الوزراء عندما زار وزارة الصحة في أول محطة له أثناء عمله رئيسا لمجلس الوزراء. والأمل كبير إن شاء الله أنه بعد ورود الموازنة خلال أسابيع ولا أقول الأشهر المقبلة، ستلاحظون تطورا كميا ونوعيا ملموسا للمواطن ولكم لوسائل الإعلام كجهات مراقبة. وأيضا الخطط اللي وضعتها الوزارة وضعها السيد الوزير إن شاء الله على مدى الأشهر والسنوات المقبلة بدأت بالفعل حيز التنفيذ. طيب، أشرت حضرتك إلى جهد الحكومة وحكومة السيد السوداني لما وضع وزارة الصحة ضمن أولى الأولويات، وهذا الموضوع اتضح من خلال اللقاءات المتعددة والمباشرة مع السيد وزير الصحة والاهتمام الخاص. هذا الموضوع كيف رفع من وتيرة العمل ونسب الإنجاز، وأكو اجتماعات خاصة ضمن قطاعات متخصصة في وزارة الصحة؟ نعم، ذكرت جنابك، وفي اليوم الأول عندما زار سيد رئيس مجلس الوزراء مقر الوزارة واجتمع مع سيد وزير الصحة بالكادر المتقدم للوزارة، كان عنده تصور واضح ومعمق عن مفاصل الوزارة وعملها والإيجابيات والسلبيات والمعوقات. فهذه النقطة اللي هي أعتبرها يعني تاريخية، يعني ما سبق أن هذا التواصل بهذا المستوى مع رئاسة الوزراء ورأس السلطة التنفيذية، هذا انعكس إيجابا على التسريع وتسهيل كثير من التفاصيل. مثلا مشروع توطين الصناعة الدوائية، رئيس الوزراء شخصيا تابع مع وزارة الصحة، ومجلس الوزراء وافق على حزمة المقترحات التي رفعها السيد وزير الصحة،
وبالفعل انعكست تطويرا على الواقع الصحي. وإذا تذكر رئيس الوزراء بنفسه افتتح مصنع مهم، مصنع شراكة ما بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، والحمد لله هذا المصنع الآن واللي هو مصنع الأدوية الوطني من أهم المصانع التي تجهز وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهو قيد التطوير إضافة للمصانع الأخرى الحكومية وغير الحكومية. أيضا موضوع المستشفيات المتلكية يعني الإعمار إتمامها وإعادة تأهيل أيضا كانت متابعة مستمرة من قبل مجلس الوزراء، من قبل سيد رئيس مجلس الوزراء وفريقه، وتواصل يومي مع سيد الوزير، وكثير من الملفات تم التعامل معها بسرعة وبفعالية وتم حلحلتها وتحولت إلى منجز على أرض الواقع. طيب يعني هذا التفاعل وهذا التكامل في الإدارة الفعالة اتضح جليا للإعلام، وحضرتك أشرت إلى أن وزير الصحة متفاعل من خلال إشرافه المباشر والميداني، وأيضا صحيح. هذه دعوة رئيس الوزراء لجميع الوزراء والمدراء بالتفاعل التام بين كل مفاصل وزاراتهم. شنو أضافت هذه التحركات الميدانية دكتور سيف من تصورات ومقررات وخطوات إلى مراحل الإنجاز؟ أنا أتكلم عن الوزارة اللي أمثلها من خلال عملنا قربنا من السيد الوزير، المتابعة الشخصية والميدانية للتفاصيل، وأيضا وضع جدول زمني واضح عندما يحدد السيد الوزير مطلوب معين من الشخص المعني من الدائرة المعنية أو المسؤول المعني يعطي جدول زمني، طبعا يعرف المعوقات ماذا يحتاج، ماذا يمكن أن يسهله كوزير أو من مستويات أدنى، ومن ثم يعطي جدول زمني ويتابع بشكل شخصي. ولذلك كثير من الأمور تطورت، مثلا ملف توفير الأدوية وإعادة تنظيم التداول الدوائي بالقطاع الخاص، هذا أيضا كان متابعة يومية وميدانية من قبل السيد الوزير. وطبعا بالمناسبة شهد هذا الملف لا أقول معارضة، تشويه وعدم عرض الحقائق مع الأسف من قبل بعض وسائل الإعلام، بعض المنصات الإعلامية، لأن تعرف جنابك عندما اتخذت الحكومة العراقية وسيد الوزير عقد العزم على تنظيم السوق الدوائي، هذا الإجراء ربما يضر بمصالح بعض الجهة، بعض المؤسسات غير الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط، ولذلك عملت على تشويه خطوات الوزارة والسيد الوزير بهذا الاتجاه. لكن بالمطاولة وبالحكمة والموعظة الحسنة وطبعا من خلال وسائل الإعلام المنصفة، الحمد لله بالتدريج الآن بدأ هذا يتحول إلى واقع، وسيكون إن شاء الله هو السياق المتبع وهو الالتزام بالضوابط الموضوعة من قبل الدولة العراقية. دكتور، يعني واحد من مرتكزات النجاح لأي جهة تنفيذية هو تكاملها مع الجهة التشريعية. تحدثنا عن الجهة التنفيذية سواء رأس الوزراء والوزارة، ولكن ماذا عن العلاقة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية؟ يعني شلون تبدو وكيف تسير وبرامج العمل المشتركة؟ في أفضل حالاتها اجتماع أسبوعي وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع مع لجنة الصحة والبيئة النيابية بكافة أعضائها، يزورون الوزارة طبعا لهم وقت مخصص للمتابعة الدقيقة، وسيد الوزير أيضا زار مجلس النواب أكثر من مرة، وطبعا هم يستضيفون المسؤولين في الوزارة للمتابعة. فأعتقد أن العلاقة بين الجهات التشريعية المتمثلة بالبرلمان مجلس النواب ووزارة الصحة وزير الصحة في أفضل حالاتها في حالة صحية، وإن شاء الله هذا التعاون والتواصل يتطور ويستمر. هناك أيضا مؤشرات لتعاون فعال مع المنظمات الدولية المتخصصة صحيح. بجانب الصحة. دكتور، كيف قرأت كمتحدث رسمي لوزارة الصحة هذا التعامل، وكيف قرأت من جهة أخرى هذه المنظمات صحيح. الأداء الحكومي والأداء الوزاري وخطوات العمل في القطاع الصحي؟ جزء أساسي من عمل الوزارة وعمل السيد الوزير هو التواصل مع الجهات الدولية كمنظمة الصحة العالمية اليونيسف وغيرها، طبعا مجلس وزراء الصحة العرب، وكانت زيارات مهمة للسيد الوزير إلى القاهرة وجنيف، منظمة الصحة العالمية، وأيضا ألمانيا وإيران أيضا كانت زيارة مهمة حول الكثير من التفاصيل المتعلقة بتبادل الخبرات، تطوير التعليم الطبي، وأيضا محور تطوير الصناعة الدوائية. وأيضا مثلا احنا مع إيران خصوصية موضوع الزيارات المليونية، ولذلك كان محور مهم من زيارة السيد الوزير
للجمهورية الإسلامية هو متابعة هذا الموضوع، وأيضا الوفود مستمرة أيضا مع منظمة الصحة العالمية. تعرف جنابك مواجهة الحالات الوبائية حاليا، نحن عندنا مشكلة الحمى النسفية وحتى المتحور الجديد، واللي حد الآن بالمناسبة يعني ما ظهرت إصابة، وأنا بيّنت ذلك لوسائل الإعلام لا بأس من تأكيد ذلك. لحد الآن لم نشخص إصابة المتحور الجديد في العراق، رغم أنه ممكن أن ينتقل كما انتقل إلى عدة بلدان، لكن النقطة المهمة أؤكد قدرة مؤسسات وزارة الصحة واختباراتها المحدثة على تشخيص هذه السلالة وغيرها. نرجع لموضوعنا أن التواصل مع منظمة الصحة العالمية وغيرها هذا جزء أساسي من عمل وزارة الصحة طبعا، والمحافل العلمية داخل وخارج العراق أيضا بتواصل مباشر، سواء كان مع السيد الوزير أو السادة الوكلاء أو قسم الصحة الدولية أو الدوائر المعنية كلهم بحسبها. طيب نجي إلى نقطة أيضا مهمة من خطوات النجاح وتخفيف الضغط على المؤسسة الصحية، والمستفيد من خدماتها والإدارة الرقمية الصحيحة. ماذا عدت الصحة بشأن التحول الرقمي دكتور؟ مشروع الأتمتة أيضا هو متابع من طبعا هو من سنوات، لكن تلك تنفيذه، تعرف بعض المتطلبات المادية أو الخبرات والتدريب، لكن الوزارة الحالية سيد الوزير تبنى هذا الموضوع كأحد الأولويات، واليوم بالمؤتمر أيضا كان من ضمن الأمور اللي تم اعتمادها، وحتى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها، هو العزم على أتمتة الكثير من الفعاليات. لعل أوضحها موضوع إجازة الخمس سنوات، طبعا هذا الموضوع بجانب تسهيل كبير للمواطن، ما راح يحتاج مثلا أنه يسافر من محافظة معينة حتى يقدم معاملة. أيضا هو بصراحة يعني إجراء مهم للحد أو منع حالات الفساد اللي هي محدودة إن شاء الله، لكن موجودة في جميع المؤسسات، وتسهل وتسرع الكثير من الإجراءات وإمكانية التدقيق من خلال الوسائل الإلكترونية. فهو سياسة متبعة من قبل الوزارة، وبالتدريج تعرف جنابك مثل هكذا موضوع يحتاج إلى لوجستيات، يحتاج إلى متطلبات فنية وخبرات وتدريب. طيب الأيدي العاملة الملاكات الطبية والصحية كان لها أثر كبير أيضا في النهوض الوقائع الصحي، ولاحظنا أنه حتى في موضوعات التعيينات والخريجين الجدد لم تتوقف، أعتقد حسب متابعتي سنة واحدة ما كان هنالك عدم تعيين، والتعيين كان مستمر في كل السنوات. هذا الموضوع كم أعطى زخما لهذا يعني الطبع. تعرف جنابك الكثير من الذين يتعينون في وزارة الصحة مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلات المتلاحقة والتدرج الصحي، لكن تعرف موضوع مجلس الخدمة الاتحادي استحداث هذه المؤسسة، وموضوع درجات الوظيفية والموازنة التي أقرت مؤخرا، طبعا صار بعض التغير في آلية التعيين المتبعة منذ سنوات، وهذا التغير يتماشى مع التغير الحاصل في واقع الملاكات والقوى العاملة البشرية من مختلف التخصصات. ووزارة الصحة تتابع، يوم أمس كان اجتماع مهم، سيد الوزير استضاف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور تميمي في مقر وزارة الصحة، وأيضا تواصل مستمر مع وزارة المالية لمتابعة كافة التفاصيل. وبالنهاية وزارة الصحة جزء من منظومة الحكومة، ونحن ملزمون بالقوانين وقانون الموازنة والتشريعات والضوابط التي تصدر عن الجهات المعنية بالتعيين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ضيفا كريما في الأستوديو، وقواك الله على التعب. الله يحفظك. تواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري، وكذلك الأستاذ حسين الجنابي الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله ضيوفا الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور مصدق، وقبل الدخول في مستجدات الوضع، لماذا تعذر خلال سنوات طويلة تفكيك منظومة الإدارة بالوكالة؟ شح الكفاءة أم الحماية السياسية اللي
مددت البقاء وحضرتك لديك تنظير كبير في هذا الملف. حياك الله. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بمنصب المناصب الوكالة عفوا، هذا الملف حقيقة متوارث من حكومة إلى أخرى من عام 2006 لغاية يومنا هذا. هذا الأمر حقيقة ناجم عن عدة أسباب. أول هذه الأسباب المحاصصة السياسية والطائفية التي بنيت عليها الدولة العراقية بعد نفاذ دستور 2005 وقبلها في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، رغم المحكمة الاتحادية العليا أنهت المحاصصة السياسية في قرار مجلس النواب عام 2019، لكن هذا الأمر لم تستطع الحكومات التي جاءت بعد 2019 لغاية يومنا هذا من إنجاز هذا الملف. الأولى لك لعدة أسباب. أول هذه الأسباب حقيقة عدم وجود مدة قانونية محددة لشغل منصب المدير العام أو وكيل الوزارة في غالبية قوانين الوزارات والهيئات المستقلة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي، بعض الهيئات المستقلة بمنصب وكيل وزير، البعض الآخر بدرجة وزير، البعض الآخر بدرجة مدير عام، فهذا الأمر أيضا يسبب مشكلة للحكومة. والأمر الثالث أنه قانون الموازنة لسنة 2021 حقيقة ورد بنص أنه إلزام الحكومة بإكمال ملف المناصب بالوكالة خلال مدة 6 أشهر، لكن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية هذا النص وتكرر هذا النص في قانون موازنة 2023، ونعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على إنجاز هذا الملف رغم أنها منحت نفسها 6 أشهر من تاريخ منحها الثقة في 23/11/2022، ومرت ما يقارب أكثر من 8 أشهر ولم يحسم هذا الملف رغم النص عليه في قانون الموازنة. دكتور، قبل 30 من تشرين الثاني المقبل أيضا لا إدارة بالوكالة، وهذا ما جاء من كتاب أو توجيهات وزارة المالية وفق التعليمات الموازنة، وهذا الموضوع شلون راح يطبق القرار وكيف يمرر؟ نعم، فيما يتعلق بوزارة المالية حقيقة هي الجهة القطاعية المناط بها مراقبة أعداد المناصب بالوكالة بالإضافة إلى صرف مخصصاتهم. في حال صدور مثل هكذا توجيه نعتقد أن هنالك مشكلة أخرى ستواجه وزارة المالية، وهو أن بعض الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة بل حتى رئيس مجلس وزراء يلجأ إلى أسلوب التكليف بالمنصب، وهذا لا يفسر لا أنه هو تعيين أصالة ولا هو تعيين بالوكالة. فلهذا حقيقة إذا أرادت وزارة المالية ورئيس مجلس وزراء ومجلس الوزراء أن يضبطوا هذا الملف فعليهم أول مسألة أن يعالجوا مسألة منح المخصصات. في حال أنه عدم أعطاء أي مشروعية أو سند قانوني لصرف المخصصات للمعين وكالة، حين ذاك نستطيع أن نقول أن الحكومة العراقية قد شرعت في الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف. أما بعض الذين يشغلون منصب المدراء العامين ووكلاء الوزارات ممن صدرت لهم أوامر في حكومة تصريف الأعمال السابقة ولا زالوا مستمرين بالتمتع بالمخصصات، فهذا الأمر حقيقة يدلل على عدم وجود رؤية متكاملة للحكومة، ويتوجب الوقوف عند هذه المخصصات كخطوة أولى لإنهاء ملف الوكالة بالدولة العراقية. طيب أستاذ حسين، أجد ترحابي بحضرتك، ويتفضل الدكتور مصدق عادل بأنه أكو تكملة القرار على مجلس الوزراء أن يرسل أسماء رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ألف وباء والوكلاء والمستشارين إلى مجلس النواب، وأيضا يلزم الأخير باتخاذ القرار. هل وضع هذا الإعمام الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي أم المضي بهذا المسار ويبقى التمسك بالمحاصصة هو سيد الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللضيف الكريم ومشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني قضية يعني معالجة الجهاز الإداري في الحكومة العراقية لابد أن يمر عبر قضية إنهاء ملف إدارة هذه الدرجات الخاصة بالوكالة، وبالتالي أيضا هذه كذلك من الشروط التي وضعها السيد رئيس الوزراء أو الاتفاقات التي كانت بين السيد رئيس الوزراء وكذلك الأحزاب والكتل السياسية التي كانت التي رشحت رئيس الوزراء السيد السوداني. بالتالي هذا الاتفاق لابد أن يكون محل إجماع اليوم في تنفيذه، على اعتبار أن هناك وعود ما بين رئيس الوزراء أيضا، ووضعت هذه المادة في الموازنة، وبالتالي أصبحت ملزمة لرئيس الوزراء وكذلك للكتل في أن تفي بوعودها للشعب وكذلك لرئيس الوزراء. إضافة إلى أن هذه القضية حقيقة
يتعارض أو يتقاطع تقاطعا كليا مع رغبة الشارع وكذلك رغبة السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني في معالجة الفساد، وخصوصا أن هذه يعني قضية إدارة هذه الدرجات الخاصة وهذه المناصب بالوكالة يعطي مساحة كبيرة في عدم المسؤولية من الإخفاق وكذلك في هدر الأموال، وكذلك ويحمي هؤلاء الأشخاص من الملاحقة القانونية. لذلك من صميم عمل أو من موجبات يعني معالجة محاربة الفاسدين وإنهاء هدر الأموال لابد أن يكون هناك معالجة هذا الملف، بالإضافة إلى أن من تم إعطائهم الإدارة بالوكالة هم ليسوا على أساس الكفاءة، ولا كانت الكفاءة هي معيار، بل مدى قربهم من الأحزاب والكتل التي رشحتهم، وبالتالي أيضا تقع هذه عقبة أمام رئيس الوزراء في إقصاء هؤلاء واستبدالهم بشخصيات كفوءة وفق معيار الكفاءة حتى هذه الشخصية تنجح في إدارة أعمالها. فمثلا في دوائر المرور، في مثلا دوائر البطاقة الموحدة، وإن كانت تدار بالأصالة هناك إخفاقات كبيرة في المرور، البطاقة الموحدة راحت الإشارة، اجت الاشاره، والمواطن يحتاج الى يومين حتى يكمل معاملته في هذه الدوائر. فكيف الحال باصحاب الدرجات الخاصه؟ هم بعيدون يعني عن هذه السلطه الرابعه، وبعيدون حتى اغلب هذه الدوائر هي بعيده حتى عن التماس الحقيقي مع المواطن، هناك من يعمل في الخفاء لمصالح ومكاسب اقتصاديه، فبالتالي يعني لابد ان ينهي السيد رئيس الوزراء ويفي بوعوده للشعب العراقي. شلون راح يقدر ينهي هذا الملف؟ يحسم هذا الملف لما نتحدث عن 30/11 بالشهر المقبل وحسم هذا الملف خلال هاي المده، شلون راح يكون ممكن واحنا نسولف عن 5000 منصب بالوكاله؟ استاذ حسين. نعم. نتحدث عن 5000 منصب بالوكاله. نعم. يجب انهائها، والمده المتبقيه هي نهايه شهر 11. طبعا قضية صعبة، لأنه أساس الموضوع هو قضية محاصصة وتوزيع مناصب، وهذا يعني سياق وعرف سارت عليه العملية السياسية من بعد 2003، وحتى الآن الأحزاب يعني الرئيسية التي هي يعني عمود العملية السياسية لا زالت غير مؤمنة بقضية أن تعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار هذه أصحاب هذه الدرجات الخاصة، على اعتبار أنها درجات خاصة تمثل سيادة الدولة في بعض منها، ومنها ما يمثل عمود تقديم وعمود الفقري في تقديم الخدمات. طيب. للمواطن مثلا هيئة الاستثمار وغيرها من. طيب. الدرجات. هنا دكتور مصدق خلانا يعني حاكمة قانونية بأنه لما تكون هي تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية ماكو رواتب لهذه الدرجات الخاصة نهاية هاي المدة، بهاي الحالة شلون يعني إذا ما ينطوا راتب الوكيل وزير يبطل يقول لهم والله بعد ما اشتغل؟ هل وزارة المالية قادرة على أن تتخذ هذا القرار دون الرجوع إلى رئيس الوزراء؟ وبالتالي رئيس الوزراء أيضا سيأخذ بنظر الاعتبار التداعيات السياسية مع أغلب الكتل الداعمة لهذه الشخصيات. نعم. على اعتبار أن 5000 درجة تمثل يعني أغلب أو كل المشاركين في العملية السياسية، وحتى المعارضين للعملية السياسية هم تجدهم مشاركين في قضية 5000 درجة خاصة، فإذا القضية صعبة، يعني لا يستطيع رئيس الوزراء وحده في تناول وتفكيك هذا الملف، لأن هناك من سيحاول وضع العراقيل، وربما حتى سيلجأ البعض إلى استخدام الشارع في الضغط على رئيس الوزراء أو افتعال أزمات في من أجل عرقلة، مرة الضغط على رئيس الوزراء ومرة التمرير في مجلس النواب. دكتور مصدق بعد دخول هاي الأسماء لمجلس النواب نتحدث عن ضمانات التمرير، وهل هي موجودة لو المطبات راح تكون حاضرة يعني؟ نعم. خير شاهد قوائم السفراء اللي تعثرت. نعم. سابقا لو التفاهم السياسي خاصة في إدارة الدولة كفيل بحل هذه الإشكالية. حقيقة مجلس النواب في هذه الدورة النيابية مجلس كسول فيما يتعلق بالدور الرقابي وحتى الدور المتعلق بالمصادقة على التعيينات. منذ بدء الدورة النيابية هذه من 2021 ولغاية يومنا هذا لم نشهد أي توجه داخل مجلس النواب بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه أو باقي اللجان بحسم منصب المناصب بدرجة وكيل وزير والسفير ورئيس الهيئة المستقلة وغيرهم ممن هم بدرجة وكيل وزير لغرض التصويت عليه داخل مجلس النواب، بل لجأ مجلس النواب حتى في
قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 سنة 2018 إلى إطفاء الصفة القانونية على المستشارين والمدراء العامين ومن بدرجة وكيل وزير داخل مجلس النواب، فبالتالي أعطى لصلاحيته مشروعية على كل الأوامر الموجودة، لكن حقيقة اصطدم بقانون تنظيم عمل المستشارين. قانون تنظيم عمل المستشارين اليوم هنالك مشكلة تواجه الرئاسات الثلاثة، تضخم في أعداد المستشارين. مجلس النواب لم يلتزم بست مستشارين المخصص لهم باعتبار أن العدد الحالي 10 مستشارين بالإضافة إلى مشاورين داخل اللجان. رئاسة الوزراء أيضا فيها هذه المشكلة، وبالتالي نعتقد أن مجلس النواب سوف لن يكون قادرا على إنجاز الدور المناط به وفق المادة 61 على 5 من الدستور، باعتبار أن السفراء ووكلاء الوزارات والمستشارين كل هؤلاء يحتاج التصويت عليهم في مجلس النواب، وبالتالي سوف لن يجد مجلس النواب في حال وجود رغبة وإجماع سياسي سوى الاتفاق بينهم على أنه تمرير بالصفقات، بمعنى أنه مشي لي ومشي لك، باعتبار الطريقة الذي سار عليه مجلس النواب منذ 2003 ولغاية يومنا هذا. أما بالنسبة لباقي المناصب وهم المدراء المدير العام ومن بدرجته، نعتقد أن مجلس الوزراء ضمن هذه المدة 30/11 بإمكانه أن يحسم هذا الملف، وبالتالي في حال وجود حرج للحكومة العراقية من حسم هذا الملف، نعتقد أن هنالك حل بسيط سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لغرض تقديم الطعن بالمادة أعتقد 68 من قانون الموازنة، والمحكمة الاتحادية ستحكم بعدم دستوريته باعتبار أنه نفس المبدأ القانوني حكمت به بالنسبة لقانون الموازنة لسنة 21. فبالتالي اليوم نعتقد أنه منصب المدير العام سيستطيع مجلس الوزراء ضمن المدة إكماله. أما بالنسبة لمن هم بدرجة وكيل وزير ومستشار ورئيس هيئة، فنعتقد بوجود إشكاليات دستورية وسياسية وقانونية ستواجه حسم هذا الملف ضمن السقف الذي حددته وزارة المالية. طيب أستاذ حسين، يعني وفق هذه الآليات وهذه الضوابط القانونية، حضرتك كان عندك إشكال أنه بالمعيار الكفاءة مفقود، هسه أكو معيار آخر بأنه البدلاء يجب أن يكونون من نفس الوزارة أو من نفس الجهة، هاي الخطوة هل راح تقطع الطريق لمن يريد أن يفرض أسماء بديلة عن التي تستقيل أو عن التي تستبعد من المنصب بالوكالة من ذات المكونات السياسية؟ يعني ابعد هذا وأعطيك شخص آخر، وهنا صار المعيار من نفس الوزارة ومن نفس الجهة، يعني شنو ضمانات كفاءة هذا الشخص وإن كان من داخل الوزارة؟ أيضا عندنا راح تكون جدلية وإشكالية أخرى. يعني أحد أهداف السيد رئيس الوزراء هي عملية التقييم سواء كان مدراء العامون وحتى المحافظون. حقيقة الأمر هذا أعطانا مؤشرات أن لدى رئيس الوزراء النية والإرادة في معالجة هذا الملف، ملف عدم الكفاءة لأغلب من يدير الجهاز الإداري والتنفيذي للحكومة العراقية. وبالتالي هذه الدرجات هي أحد أذرع الحكومة التي هي على تماس مع المواطن، فالمواطن يلمس مؤشرات النجاح ومؤشرات الفشل لدى هذا الموظف، بالتالي هذا يعود سلبا على أداء الحكومة، وتتحمل الحكومة ورأس الحكومة يتحمل هذا الفشل في حال هذه الشخصية لم تكن بالمستوى المطلوب، إضافة إلى أن أغلب الدوائر الحكومية تعاني من ترهل في الإجراءات الإدارية، فمثلا دوائر الضريبة وغيرها من الدوائر هناك مراجعين ربما يحتاج إلى أسبوع حتى يكمل معاملته، 3 أيام في ظروف صعبة يعني في أماكن حارة حتى لا تتوفر فيها وسائل الراحة في هذه الأماكن في هذه الدوائر. بالتالي نحتاج إلى شخصية كفوءة، شخصيات كفوءة بمعايير حقيقية، تكون هذه الشخصيات قادرة على احتواء الترهل في الإجراءات الإدارية والعمل على اختصارها ورفع مقترحات إلى مجلس الوزراء من أجل تفكيك هذه الليبرالية في التعامل. احنا مرة نريد كفوء دكتور مصدق، ومرة أنه نريده من داخل الوزارة، طيب أو داخل الجهة، شنو الفائدة أنه جبت من داخل الجهة لكنه ما يتوفر بعنصر الكفاءة؟ حقيقة الغرض من أنه المدير العام أو وكيل وزير يكون من داخل الوزارة وفق الشروط والمعايير التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هو أن يتصف هذا الشخص بالمهنية، بمعنى أنه شخص مسلكي يعلم جميع سياقات الوزارة التي يعمل فيها. أما في حال مجيئة من خارج الوزارة فستكون الاعتبارات السياسية هي الحاضرة،
فبالتالي نأيد هذه الشروط، لكن هنالك مشكلة حقيقة لم يستطع مجلس الوزراء حلها رغم قيامه بالتصويت قبل فترة على 76 مدير عام، وهي مسألة التدوير. هذه مسألة التدوير، مدير عام ننقله إلى مديرية أخرى أو إلى وزارة أخرى، هذا الأمر حقيقة يحتاج أن مجلس الوزراء يرحله لمرحلة لاحقة، باعتبار أن المرحلة الأولى يفترض أن ننهي المصطلح اللي كان شائع في الحكومات السابقة اللي حكومة الواو، دليل على أنه مناصبها كلها بالوكالة. بعد ما يصار إلى تثبيتهم، لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية والدستورية من قيام مجلس الوزراء بإجراء المناقلة أو الاستبدال بين المدراء العامين. لهذا فنحن نؤيد مسألة أن يكون الشخص المكلف بمنصب درجة عليا ألف أو باء من داخل الوزارة، باعتبار أنه سوف لن يواجه أي مشكلة فنية أو قانونية أو مالية فيما يتعلق بإدارة هذا المنصب المكلف به. طيب، تلافيا لحدوث هذه الإشكالات اللي طرحت حضرتك والسيد حسين الجنابي، هل نستطيع الذهاب إلى طريقة التغيير الجزئي؟ حقيقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لأول مرة في تاريخ الحكومات، رغم أن عدة تخويل من مجلس الوزراء وبإمكانه أن يعين أصالة ويستبدل، لكن لجأ إلى مسألة طرح تعيين المدراء العامين ونقلهم وتنزيل درجاتهم على مجلس الوزراء، وهذا دليل على أنه عودة إلى النص الدستوري اللي هو المادة 80. وبالتالي الحلول اليوم هي حلول يفترض أن هذا الملف تكون استراتيجية متكاملة للحكومة، مو فقط وضعت معايير وشروط ولجنة لتقييم المدراء العامين، لا، يفترض أيضا إلى جانب هذه المسائل أن يصار إلى منح الشخص المكلف بمنصب مدير عام أو وكيل وزير مدة تجربة أسوة بالموظف المعين لأول مرة، فبالتالي نمنح هذا الشخص 3 أشهر على سبيل التجربة، أن نجح في هذا المنصب فبالتالي سيستمر، وأن لم ينجح يقوم رئيس الوزراء أو الوزير باعتبار أنه قرار لمجلس قيادة الثورة بإمكانه أن يكلف لمدة 3 أشهر. وبهذا حقيقة إذا سرنا على استراتيجية موحدة متفق عليها بين جميع الوزارات، نعتقد أن رئيس الوزراء والحكومة العراقية ستكون قد أنجزت هذا الملف بصورة كاملة، بدل الحلول الجزئية الترقيعية التي سوف في القريب الآجل إن استمر هذا الحلول الجزئية والتغيير الجزئي سيصار إلى توجيه سهام النقد، أن الحكومة لم تستطع في إنجاز أهم ملف وهو منصب الملف إدارة المناصب الدولة بالوكالة، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص هم أذرع الحكومة، وبالتالي هؤلاء الأشخاص حقيقة والمناصب العليا ألف وباء هم من يمثلون واجهة الحكومة وتماسها المباشر مع المواطن. وبالتالي في حال نجاح الحكومة بحسم هذا الملف بصورة كلية، فانه سيعتبر انجاز يسجل لصالح هذه الحكومه. طيب استاذ حسين، السنوات المضت من الاداره بالوكاله شلون اثرت على الواقع الاداري للمؤسسات والاداره الفعاله؟ نتحدث عن الخطر الاكبر اللي حدث بالمفاصل الاقتصاديه. بالتاكيد، يعني مثلا الدوائر الخاصه بموضوع النمو الاقتصادي، مثلا هيئه الاستثمار، مثلا الزراعه، وزارة الزراعة، مثلا وزارة الصناعة، المعنية حقيقة بأن توجد عمل وتعيد نشاطها في المجتمع العراقي من أجل أن تكون هناك أو ترتفع معدلات النمو الاقتصادي، على اعتبار أنها تأخذ قوة عاملة كبيرة. نجد اليوم مثلا قطاع الصناعة متوقف، قطاع الزراعة أيضا أصيب بالشلل بسبب نقص المياه وعدم اعتمادها على الوسائل الحديثة في الزراعة، كمثلا السقي بالتنقيط أو بالرش، وهي توفر الكثير من المياه، خصوصا أن مثلا شحة المياه هي لم تكن وليدة اليوم، بل صار لها يعني أكثر من 5 سنوات 6 سنوات، وبالتالي لابد أن يعني يكون لديها حس الاستشعار المبكر للخطر، وأن تلجأ إلى قضية اعتماد الوسائل الحديثة في السقي. لكن نجد اليوم وزارة الزراعة تعطي تحذيرات من الفلاحين من الزراعة بسبب نقص المياه. أنا أتعجب اليوم كيف دولة أو حكومة، جهاز حكومي يحارب المواطن الذي يريد العمل والاستثمار والزراعة، وهي قضية إنتاج قومي. إذن المعادلة في التعاطي مع الشارع العراقي في الواقع الاقتصادي، في الواقع الاجتماعي، كله يعاني من حالة تخبط كبيرة. هذا يعود إلى أن من يقود هذه المؤسسات لم يأتي عبر عملية تقييم
تمتد لخمس سنوات أو عشر سنوات، وأن يكون سجله الوظيفي واضح وناصع بحيث يكون مؤثرا وعنصرا إيجابيا في المؤسسة التي سيقودها. وبالتالي هذا الفشل اليوم نشهده هو بسبب أن هذه الشخصيات هي غير كفؤة، لم تأتي على معيار الكفاءة، بل جاءت عبر معيار الانتماء والولاء الحزبي والسياسي، وكأنها هي تمثل قطاع خاص لجهة معينة على عكس ما وجودها الحقيقي هو أن تمثل مصالح الشعب ومصالح الوطن العليا. بالتالي هذا يعطينا مؤشر أن فيما لو فشلت الحكومة الحالية في معالجة هذا الملف ستكون كسابقاتها من الحكومات، وبالتالي هناك أيضا جهات معارضة سياسية، فمثلا التيار الصدري يراقب ما يحصل من فشل، وربما في وقت معين سيعطي رأي في الحكومة، وهذا يعني يعطي أيضا يعني نشاط آخر في الشارع العراقي لربما تواجه الحكومة مرة أخرى. نعم أستاذ حسين، لما تحدث عن عدم الكفاءة دكتور مصدق، عدم الكفاءة يصرف الذهن إلى صفقات الفساد والفساد الإداري والمالي، ولكن في الكثير من الأحيان عدم الكفاءة أيضا يأتي من النزاهة، عندما تكون هنالك في الجانب الاقتصادي تخصيصات مالية تخصص للمحافظ تخصص للمدير العام ويرجعها في نهاية المطاف في نهاية السنة إلى خزينة الدولة، وبالتالي لا يصرف عنها حتى لا يقال عنه فاسد، وبالتالي ما كان إنجاز هذا الأمر. حقيقة الحكومة السابقة لم تستطع التخلص من هذه المشكلة، يعني باعتبار أنه كل رئيس دائرة عندما يقوم بإرجاع مبلغ يعطى حوافز في صورة صك، ما أعرف حقيقة النسبة 15 أو 20% ما أعرف النسبة شقد. فبالتالي اليوم الحكومة العراقية محتاجة أن تعالج هذا الملف، باعتبار هذا الملف أصبح مثل العرف الإداري السائد والذي تواترت عليه جميع الإدارات في الدولة العراقية. لهذا في حال قيام وزارة المالية أو رئيس مجلس الوزراء بإصدار أعمام بإيقاف صرف أي حوافز خارج نطاق الراتب والمخصصات المألوفة التي تمنح للموظفين، نعتقد أن هذا الملف سيصار إلى حسمة. أيضا فيما يتعلق بنسبة الصرف، في حال أن يكون استمارة تقييم المدراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة على أساس مستوى المشاريع ومقدار المبالغ التي صرفوها، فبالتالي نعتقد أن هذا الأمر سيشكل ورقة ضغط على هؤلاء الإدارات، وبالتالي ستضطر إلى إنجاز العديد من المشاريع، وبالتالي لن يتحقق هنالك وفرة لكي تأخذ منها حصتها باسم القانون. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الأستاذ حسين الجنابي الباحث في الشأن السياسي ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.